يبقى انت ما كنتش سامعني. لا سامعك، بس عم حاول رتب طلباتك بالتسلسل. اولا انت بدك كمية سلاح شوي ضخمة، ثانيا بدك رجال يعرفوا يستعملوا هيدا السلاح، ثالثا هودي الرجال ممكن يقتلوا او ينقتلوا. وبعتقد بتفضل لو عندك اسماء ناس معين تعطيني اياها وانا بجيب لك اياهم بالاسم. وعم فكر بطريقه امرق على السوبر ماركت سكر لك فاتوره مشترياتك. ما تكون مفكرني المارد اللي طلع من فيلموس علاء الدين. ده انت بتتريق بقى. لا ابدا، انا عم حاول فيقك من الحلم اللي عايش فيه. تفيقني انت يا سراج؟ تفوقني انا؟ انا سليم العطار ولا نسيت سليم العطار عمل معاك ايه؟ نسيت ان انا وقفت جنبك؟ نسيت ان انا شلتك وانت واقع؟ الحقيقة اللي بيناتنا هو مجرد مصلحة، مصلحة إلي ومصلحة إلك ولزين الله يرحمه، وقبلي كان بي، وأنتوا اللي اخترتوني. هلأ أنت الطريقة اللي عم تحكي معي فيها وكأنه كنا أولاد صغار أنا وياك نلعب ونكسر جوز، ياخد وجهي كتير يعني. سليم انتوا انتهيتوا، انتوا ما بقى موجودين بالسوق. يظهر ان انت لما شفتني اتحبست يومين قلت خلاص ده راحت عليه. الحقيقة هو لما طلعت على التلفزيون صابك الغرور، ما كنت عارف يمكن انه هيدا مجرد دور وبينتهي. بس انا دوري ما انتهاش يا سراج، أنا دوري لسه حيبدأ ولسه حقول فيه قوالة كتير قوي، واللعبة هيحلو قوي. ابقى اتفرج يا سراج. هتفرج. انت كويسة؟ كويسة يا بابا، ما تقلقش. طب حبيت بس اعرفك ان العيله كلها جايه النهارده. ما تبانيش قدامهم بالشكل ده، عايزك تبان قدامهم قويه. انا كنت قويه بزكريا يا بابا، حتى وهو تعبان كنت بقوى عشان اقويه. كنت دايما بقول له انت كبير وكبير دايما قوي. انا خايفه على زكريا قوي يا بابا، خايفه. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله زكريا هيبقى بخير. يا رب يا رب. زكريا يا ولدي، انت بتخلف صح؟ ايوه يا عمي، انا بخلف. هايدي اللي ما بتخلفش، بس انا ما كنتش بقول لحد عشان ما اكسرهاش وسط العيله. الله، انك راجل ابن راجل. معلش يا عم، انا محملك مشاكلي وهمي، وانت اصلا مش ناقص يا ابني. ده انا اللي وشي في الارض بينكم بعد اللي عمله ابني، هد كل اللي بنيناه من قبلك ده. كل حاجه هترجع احسن من اول، انا وعدك يا عمي. قول لي يا زكريا، عملت ايه مع عائله عبد الهادي؟ الناس مش مقصره، قالوا انهم معانا في اي وقت. طب ما ده من رجاله معانا، يبقى لازمته ايه اللي انت بتعمله معاه فيك؟ ها؟ هتسيب له البلد بحالها ولا ايه؟ مش انت بعتني بقى الكبير؟ ايه؟ يبقى ثق فيا، انا عارف انا بعمل ايه. لو رحنا عشان نرجع القصر وما عرفناش نرجعه، هتبقى دي الكسرة الحقيقية لينا. اللي عمله عبد الله كان في الدرة، محدش واخد باله منه، لكن احنا كل خطوة محسوبة علينا ومتشافة. ولو القصر مرجعش هنفضل مكسورين ليوم الدين. انا كده كده هحاول اجيب رجالة من الدار،
بس لما اعرف اوصل للدار. يا باشا انتوا مش كلكم عطرين في بعض برضو ولا ايه؟ مش عبد الله ده منكم؟ عبد الله عمره ما كان مننا، ده واد جشع وطماع عامل زي الكلب المسعور، غير ان ما عندوش اصل يعض الايد اللي بتتمدله، بعدين خفيف يريل على اي عضمايه تترميله، وعشان كده زينب قدرت تمشيه زي ما هي عايزه. الواد ده انا طول عمري ما بحبوش، لا هو ولا زينب، بس كان حد يصدق اللي عمله ده؟ انا فكرت انه ممكن يعمل كده، فكرت ان زينب الله يرحمه فكر في الكلام ده برضو، عشان كده كان عايز يولي زكريا على حياه عينه، مش عايز اي حد يخش في اللي ملوش فيه. الا هو زكريا عامل ايه دلوقتي؟ زكريا الحمد لله رب العالمين، انا اطمنت عليه وهو في مكان كويس. عارف ايه؟ انت كنت معاه ولا ايه؟ لا يا فتحي ما كنتش معاه، بس انا عارف كويس هو فين وبيعمل ايه، وعارف انه اكيد هيوصل لحاجه. زكريا اصله اتحط في نفس الظروف اللي عملت ابوه وعملتني، وهيطلع منها كبير فعلا. بس زكريا مش هناك عشان الرجاله، زكريا هناك عشان متهم في قضيه قتل. مش اي قضيه، دي قضيه قتل ظابط، بس هناك اكيد هو وسط نفسه، محدش هيبلغ عنه ولا ادخن تخين. بالمناسبه البركه فيك انت وصالح وفارس وسيف باشا. طبعا. الا صحيح يا سيف باشا، انت طلبتني ليه؟ عاوز مني ايه؟ كل خير يا باشا ان شاء الله، كل خير. جلال مش هيفيدك بحاجه على فكره خالص، المستقبل معايا انا. ويا ترى المستقبل اللي معاك ده شكله ايه بالظبط؟ شكله زي الفل بالصلاه على النبي. قول لي بس انك معايا وهقول لك هنعمل ايه بالظبط. طب وانا هستفيد ايه؟ هتستفيد كتير قوي. على الاقل يا باشا هترجع لمكانتك اللي كنت فيها، بس اللي انا متاكد منه واثق فيه قوي انك ما عندكش اي حاجه تخسرها. فكر وخد قرارك وقولي بس انك معايا. القرار اللي هقوله لك لا يمكن تقدر ترفضه ابدا. عبد الله قدر يستغل الفتره اللي كان كل واحد فينا مشغول بهمه، صالح مشغول بسفره، فارس مشغول بابن جلال، جيهان بولادها، انا بقضيتي، حتى زكريا كان مشغول بموت ابوه والحمل اللي شايله له قبل ما يموت. وانا شخصيا للاسف كنت فاكر ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدف، لكن اكتشفت بعد كده ان كل ده مترتب. ايه ده اللي مترتب؟ كل اللي حصل يا مراد من اول قتل شريف اللي هو في الأصل محاولة لقتل زين العطار، مرورا بكل الأحداث اللي حصلت بعد كده لغاية ما عبد الله استولى على القصر. يعني إيه يا عمي؟ يعني عبد الله هو اللي عمل كل ده؟ لا 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 يا فارس، عبد الله أتفه من إن هو يعمل كده. مظبوط يا صالح. في حد خطط لكل ده، عبد الله مجرد لعبة في إيده. بس مين اللي هيقدر يعمل كده؟ مش مهم نعرف مين دلوقتي، المهم إننا نكسر اللعبة دي. رجوع عيلة العطار للقصر بقى شيء حتمي، لازم ترد هيبتها وبأي وسيلة، وده مش هيحصل إلا لو رجعت العيلة زي ما كانت في الأول، إيد واحدة، كل واحد فينا يبقى خطوة لقدام، كل واحد فينا يبقى جزء من الخطة، وبالخطة دي هنقدر نرجع القصر. هو الحاج ما جاش ليه؟ لسه زعلان منه ولا ايه؟ سيبك من الحاج صبري. الله، وانا مش مالي عينيك ولا ايه؟ ناقص تقول لي استنى لما اسال عنك. لا زكريا، انت اشهر من نار على العلب، امال فين المأذون؟ وادي المأذون اهو، والمأذون جه اهو، وانا الشاهد الاول. وادي البطاقة.
خلص الكلام.